السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم يا الغالين. طبعا عندنا تدريب اول يوم هنا البطل عباس، طبعا اول يوم اللي لابس سكيت كي 2، هذا اول يوم المشي يكون بهالصوره، مدنق للامام رجليه مثنيه شويه على هذا المشي، متهيئ للوقعه. طبعا هذا تدريب حقيقي يعني مو تمثيل. الولد عباس اول يوم له تدريب، على كيفك عباس، افتر وارجع علي عباس، حتى المتابعين هم يستفادون من تدريبك. براحتك مثل ما فهمتك، ايديك من الحزام وفوق، هاشت ايدك يا بطل. طبعا اول يوم اله يعني ما صار لعشر دقائق البطل، هذا تدريبه. جيد عباس، مشيك حلو مرتب، مال يومين الثلاثة هذا مشيك حلو، تركيزك قوي، فكرك صحيح. يا حبيبي وردة انت عباس، شرد منك استمر، سوي لنا باي باي وحده المتابعين.